في جانب آخر، مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في نسخته الثالثة بمنطقة حائل في ممشى الجوهرة. نتابع التقرير التالي مع الزميل سلطان الشعيب. تحت سفوح جبال أجل عريقة وعلى غروب شمس عروس الشمال حائل، احتفلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بمهرجانها الثالث، والذي يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية السياحية والترفيهية، وإشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة. مرحبا بكم، تفضلوا على الرحب والسعة. حياكم الله. أهلا بكم. يا هلا وسهلا. مرحبا بكم ضيوفا أكارما. ضم المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال يمارسون فيها الرسم في عالم متكامل للأطفال، إضافة إلى الأمسيات الفنية ومسرحية من حياة حاتم الطائي. لبرنامج ديرتنا سلطان الشعيب حائل.